التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة. ينطلق شوط جديد من شواط الخير والبركة، الشوط العاشر الذي يحمل في طياته الجعدان الحقائق المفتوحة. هنالك 23 اسم مشارك على هذا الشوط، نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان. ننطلق وإياكم مع المقدمة الأولى، مع الصدارة هملول عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي من يقدم لنا هملول، بينما النقلة إلى المركز الثاني طاير لزايد بن سعيد بن حميد اليديلي من يقدم طاير، بينما ثالث المراكز طاير لحميد بن مصبح بن راشد المصيولي. هنالك من يقدم لنا شعاره على ثالث المراكز، بينما النقله الى المركز الرابع حيث الوصول والدخول حيث الانضمام من الغزال عبد الله بن محمد بن حليس الاكتبي، بينما خامس المراكز الواصل شاهين اسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي من يقدم لنا شعاره على رابع المراكز. المركز الخامس هنالك الواصل وافي لاحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، وسادس المراكز المنطلق واضح سعيد بن حربي بالطشه العامري من يقدم لنا شعاره على سادس المراكز، بينما المركز السابع من الجانب الاخر هنالك العابر مايد بن علي بن عبد الله بن غلفان الكندي، وثامن المراكز ثامن التحديات هنالك من يتقدم على ثامن المراكز الواصل، هنالك الهب سالم بن عبد الله بن مطلق الاقبلي، والمركز التاسع هنالك الحضور من براك عدي بن جمعه بن علي بن هيل الاقبلي، والمركز العاشر نسناس لاحمد بن محمد بن حلوكه الخاطري. هكذا هي النتيجه الاولى، هكذا هو النداء للعشر المراكز الاولى، او فيناها على مسامعكم مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عوده الى المقدمه الاولى، لنا عوده الى الصداره، الى شاهين من غير الى المقدمه الاولى اسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي من يقدم لنا شاهين على اول المراكز، السلاله الشاهينيه الدماء الشاهيني على المقدمه الاولى، بينما المركز الثاني هنالك الغزال عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي، وثالث المراكز داير حميد بن مصبح بن راشد ايضا، هنالك المصيولي على ثالث المراكز، غير الى المركز الثاني ولكن شاهين ما راضي يسلم على المقدمه الاولى اسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي من يقدم لنا شعاره على اول المراكز. اصدر عليها الاوامر، اصدر عليها الاوامر اسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي، ولكن القادم مع ثاني المراكز هنالك الغزال عبد الله بن محمد بن حليس الراشدي، وثالث المراكز الواصل ثاير ميد بن مصبح بن راشد المصيولي، ولكن الغزال عبد الله بن محمد بن حليس الاكتبي راح بالفوز، راح بالانتصار مع الغزال. سلام وتحية واحترام لمالك الغزال عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي، بينما ثاير مع ثاني المراكز حميد بن مصبح بن راشد المصيلي، والمركز الثالث كان هنالك والوال عبد الله بن حميد بن قاسم بن سعيد العبي، والمركز الرابع الغزال عبد الله بن محمد بن حليس الراشدي، وخامس المراكز هنالك الشعار بن مطلق مع خامس المراكز. تهانينا والناموس لمالك هنالك ايضا من حقق الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 4 دقائق 30 ثانية، بالفعل كان توقيت هنالك ايضا